شغال فهم روحه. بحي ببعت رسالة للسيد الرئيس وأقول له كل سنة وهو طيب بهذا اليوم ونصفني من السجون وحش عندنا الغلب وحماله وعمل كل للضعفة وللفقراء وربنا يخليه وينصره على من يعاديه. حبست قد ايه؟ حبست 4 شهور وربنا نجانا منه ومن ربنا، وراجل يسوى الدنيا كلها ويجعله شمعة تحرق جميع العالم اللي في الدنيا. انت كنت واخد قد ايه؟ كنت واخد سنة، خدت 4 شهور بس ورجانا وربنا ينصفه ويديله الصحة وكل سنة هو طيب. الموضوع أصلا كان وصل أمانة لبجوز بنتي كنت ديان سطرته هو سطره وربنا يخليه ودي المدن أخلي يا أخوه. الله يبارك فيه. طبعا أقول له ربنا يخليك لنا يا ريس وطول عمرك وخليك على رؤوس الشعوب كلها. جوزي ألف ألف مبروك، ألف ألف مبروك إن جه رجع في وسطنا بالسلامة العيال.